تنظم الجمعية العمانية للسينما خلال الفترة من 26 وحتى 31 من مارس الجاري مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر تحت عنوان السينما تجمعنا، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والسينما من داخل السلطنة وخارجها. مهرجان مسقط السينمائي في 10 دوراته أو 9 دوراته السابقة حقيقة يعني بين قوي ومتوسط، ولكن الحمد لله رب العالمين استطعنا احنا في هذه السنة أن يعني توجه كان المهرجان أن السينما تجمعنا، وأن يكون من كل مختلف بقاع الأرض موجودين في سلطنة عمان، وذلك الالتقاء بالجميع ونشر الثقافة السينمائية والحب والوئام والسلام في سلطنة عمان. هناك مجموعة من الندوات ومجموعة من الورش التي تقام أثناء المهرجان، هي في حد ذاتها حقيقة يعني إضافة جيدة للمهرجان، أيضا كذلك إضافة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، هذا أيضا كان جديد. كذلك مواقع عروض المهرجان وتوزيع هذه العروض بما يتناسب ومع الأماكن المهمة لدى الجميع الوصول لها كان أيضا هذا يعني واحد، ولو أن طبعا في السابق كانت أيضا موجودة، ولكن نحن نرى الآن يعني توزيعها بشكل أكبر وأفضل نوعا ما. كذلك أيضا التواصل الاجتماعي الموجود الآن يعني والملحوظ حقيقة يعني من خلال نشر أخبار المهرجان هي أيضا بادرة جدا رائعة ومنتشرة بشكل كبير جدا.